جملة الفعل والفاعل جملة المثنى والخبر معروفة معروفة عندها مواصفات هذه طبعا البناء التي يشتغل عليها النص شوفي تاع قضية المراجع قالوا هيك الأسد وين لقيت المراجع مكرر بزاف 19 و20 هو المرجع نفسه يعني نزيد نأكد 19 و20 هو المرجع نفسه حافظ إسماعيل علوي هو النفس كل المعلومات اللي ذكرتيها في 19 عاودت ذكرتيها في 20 والطبعة نفسها طبعة واحد غير هنا ما قلتيش طبعة واحد وسالت الطبعة هي 2009 نزيد نروحوا كيف كيف 28 و29 هي النفس أنا متأكد نزيد نروحوا كيف كيف 38 و39 هما النفس نزيد نروح كيف كيف 41 علي عبد الواحد وافي عفوا علي عبد الواحد 41 وعلي عبد الواحد وافي مهدي المخزومي مهدي المخزومي نفسه كذلك مهدي المخزومي خليل بن احمد الفراهيدي اعماله هو منهجه الى اخره مهدي المخزومي طبعا من العراق هذا الرجل العالم الفذ الماجستير تاعو دارها في 37 شرف عليه ابراهيم مصطفى يشرف عليه في رسالة الماجستير وهو واحد من القلة القليلة اللي درسوا النحو الكوفي النحو الكوفي دار عليه دراسة جيدة النحو الكوفي ودرس أيضا الخليل لأن الخليل هو المدرسة البصرية واستطاع هو أن يجمع بين هذا درس أيضا النحو الكوفي في الكوفة وما كذا من مدرسة الكوفة النحوية كثير من المسائل تاع المدرسة الكوفية نروح كذلك للصفحة 299 كيف كيف نلقاو المراجع مكررة 64 و65 67 و68 نكرر نفس على كل حال حتى لا أطيل على بنتي طبعا الرسالة تاعك الموضوع اللي اخترتيه اختيار جيد كنت موفقة في اختيار هذا الموضوع هذا البحث طبعا قليلة هي البحوث التي تتطرق إلى ميدان حوسبة اللغة وتقنيات معالجة اللغة صرفيا أو نحويا أو هذا شيء جميل نحن نهنئك به وندعوك إلى أن تمارسي بقية البحوث في مستقبل أيامك في هذا المجال حتى تكوني واحدة من هؤلاء المختصين القلة في هذا المجال أشكرك وأهنئك وأهنئ الأستاذ المشرف وأهنئ قسم اللغة العربية وآدابها على هذا الإنجاز وأحيل الكلمة للأستاذ المشرف فليتفضل مشكور والسلام عليكم مرة أخرى يقال أن يقال إن كل متفرج فارس والفرسان هؤلاء الفرسان يعني أسدوا بنصائح وملاحظات قيمة فأرجو من الطالبة أن تأخذ بها في المستقبل وتصحح ما يمكن تصحيحه في أقرب وقت ممكن كما يقال أيضا إن لكل جواد كبوة ولكل فارس هفوة هكذا ويكفي الطالبة مع فسوس أنها غامرت وخاضت في موضوع يعد من الموضوعات الخطيرة أو من الموضوعات التي ما زالت في بدايتها فيكفيها فخرا أنها يعني أعطتنا بعض المفاهيم التي تخدم اللسانيات الحاسوبية مستقبلا فقط أشير بعض الملاحظات وليس ردا على أعضاء اللجنة طبعا العلمية لأنها قدمت ملاحظات في مستوى فقط في مفصل العنوان تقنيات معالجة اللغة العربية وخاصة لصديقي وزميلي دكتور نوار وهو عضو في
المجلس العلمي للغة العربية، طبعا هو غيور على اللغة العربية. لا أدري لماذا أقلقتكم هذه العبارة، تقنيات تقنيات من الكلمات المعربة وليس من مترجمة، ولما تعرب الكلمة تصبح كأنها عربية، ولما لماذا عربتها؟ ربما حبا في التأنق والتلطف، أو ربما للحاجة الملحة، لا أدري، وربما رأت فيها نوع من الخفة وهكذا. كذلك بالنسبة للغة قريش التي أسألت كذلك الحبر مع زميلي وكذا وكذا، لغة قريش يا جماعة الخير صحيح كما قال الدكتور العياش عميار أن اللغة أخذت من القبائل المتعارف عليها السلبة، ولكن لغة قريش كانت ليس من الأقوام المتعصبين، فكانت تنتقي من هذه القبائل كلما جاءوا للحج، والحج في الجاهلية كل حسب أغراضه، إما للكعبة المغفرة كذا لكل عباده أو للأسواق وغيرها، فكانت تنتقي من هذه القبيلة ما تراه مناسبا، ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة، حتى أصبحت لغة قريش تقريبا أنقى اللغات وأصفى اللغات، وأصبحت تسمى تقريبا ما يسمى باللغة المشتركة. ولما نزل القرآن ما نقولش نزل باللغة، لغة قريش فهي في الحقيقة تساوي مجموعة من اللهجات التي كانت لسبع فقط هذه الملاحظات. إذا أرجو من الطالبة أن يكون صدرها رحبا وتتقبل هذه الملاحظات القيمة وتأخذ بها في أقرب وقت ممكن قبل تسليمها للمختصين أو للإدارة. وشكرا لزملائي الأساتذة. إذا الشكر موصول إلى كل أعضاء هذه اللجنة الموقرة على ما تفضلت به من ملاحظات وجيهة خدمت هذا البحث. أطلب من الطالبة، مرة أقول أطلب لا أقول أرجو، أن تأخذ بكل هذه الملاحظات، سجلها وتصح المذكرة أو الأطروحة بالأحرى، إن شاء الله تأتي الأطروحة نقية جميلة في ثوب قشيب. والآن أترك للطالبة كلمة إن كانت تريد أن تقول فلتتفضل ولتوجز كذلك. فيما يخص تصحيح الأخطاء سأحاول قدر الإمكان أن أصحح ما طلبه مني الأساتذة. فيما يخص يعني ردي على المنهج أو الدراسة، يعني هل ممكن أن أقول فقط إذا يسمح رئيس الجلسة إذا تفضلي تفضلي أو جيسي فقط. فيما يخص المنهج الدراسة هي دراسة مقارنة ليست دراسة وسطية. لماذا؟ لأني اعتمدت على مدونة طبقتها على محلل الخليل ومحلل مدنيرة، يعني هو استخرجت نتائج التحليل الموجودة في الملحق ثم قمت بعملية مقارنة خلال الجداول كلها الموجودة في الفصل التطبيقي، هي جداول مقارنة فيها الخليل ثم مدنيرة، مثلا إزالة اللواسق في الخليل كيف كانت؟ إزالة اللواسق كيف كانت؟ هل استطاع مثلا هناك تشابه في ازاله اللواسق بين الخليج ومدنيره من ناحيه جزء ازاله اللواسق مثلا في المعاني الصرفيه والنحويه؟ كيف مثلا وظف الخليل مثلا المعاني الصرفيه والنحويه؟ يعني هي دراسه مقارنه وليست دراسه وسطيه. اذا شكرا لك على ما تفضلت به. المسيرة المفروض المقارنة تكون بين لغتين لا تنتميان إلى أسرة واحدة، وأنت تضبطي محللين، صح أنت في فكرك أن المحلل الفلاني أمريكي والمحلل الفلاني عربي هكذا، ودرت مقارنة بينهم ولكن تطبق على اللغة العربية. نعم أستاذ، فقط المنهج المقارنة لما أستخدمه منهج مقارنة في لسانيات المقارنة، يعني لسانيات هو منهج كآلية، حتى لوني هو من يعني متعارف عليه. عندما رئيس اللجنه يحيل الكلمه الى الاخيره للطالب فقط يكتفي بشكر اللجنه وانا فرحانه ان شاء الله راح تدي دكتوراه، لكن انت تصرين على الخطا. احنا هنا اساتذه قرانا الرساله وقلنا لك ان المنهج لا يجب ان يكون هكذا، انت الان
تريدين ان يعني تصرين على تبرير الخطا. شوفي اقول لك شيئا بكل شجاعه قدام الاساتذه، السطر يجب ان يغير وتعطيه الى رئيس اللجنه يقراه، يجب ان يكون تكون العباره هكذا. وقد استعملت المنهج الوصفي فقط، نحي كلمه المقارن ونحي كلمه التحليل. التزمي براي اللجنه، نحن اساتذه سبحان الله قرانا عشرات الرسائل، نحن نصحح المنهج وانت تصرين بان المنهج تاعك صحيح. ليس منهج مقارن، هذه موازنه. المنهج المقارن معروف في اللسانيات. فهمتي الاخت الكريمه سوسن؟ لا تصري ولا تبرر الاخطاء، تكتبي في السطر هذاك المعني بالمنهج. وقد اعتمدت المنهج الوصفي واستندت ولجأت الى المقارنه الموازنه وآلية التحليل. نحي كلمه المنهج المقارن. فهمتي اسمح لي استاذ؟ نحن ندافع عنك باش يخرج الكتاب تاعك يعني تمنعي من النقد. لن اشكر الاستاذ الدكتور جوار عبيدي على هذه الغيره العلميه الواضحه، واشكره على هذا الحرص على الانضباط واستعمال المصطلحات في محلها. فاطلب اليك ان تلتزمي ذلك وشكرا. مباشرة استسمع الحضور إلى أن نختلي لحظات ثم نعود بعد ذلك.